كلية الفنون في لندن استقبلت أعمال حوالي 30 فناناً تشكيلياً لبنانياً في معرض للفن الحديث، وهو تمحور حول 5 مواضيع تعكس التنوع الثقافي في العاصمة اللبنانية وتاريخها الحافل. ما يثيرني في أعمال الفنانين اللبنانيين المعاصرين هي جرأتهم باختيار تقنيات جديدة، كما أنهم لا يخشون مشاركة نفس الموضوع حول الحقائق المزعجة، وهم بذلك يعملون كمؤرخين وصحفيين وسياسيين وساخرين. أعتقد أن ذلك يشكل حواراً روائياً شيقاً. من بين هؤلاء الفنانين نديم كرم، وهو يحدثنا عن عمله زهرة الفيل. العين هي الدائرة والوسط الذي حدثت فيه القصص، ومن ثم تأخذ تطور هذه القصص التي تدور من حولها قصة ثم أخرى تتواصل حتى الخارج. المجزرة عمل يذكر بجيرنيكا التي رسمها بيكاسو بعد الحرب الأهلية في إسبانيا. عندما تنظر إلى المجزرة ثم إلى زهرة الفيل، فيه تروي الحال في بيروت كما ترى الفرح والحياة والقصص والذاكرات بموازاة الألم والكوارث والمآسي والعنف التي تشكل كلها حياة واحدة. ومن بين الفنانين الذين شاركوا بأعمالهم نذكر زين عاصي، أيمن وأسامة بعلبكي.